بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 66 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بسؤال تستفسر فيه عن معنى آية كريمة قوله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وهذا الماء هو البحر الذي فوق السماوات، فوق السماوات بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش. والعرش في اللغة هو السرير، والمراد به هنا محل الاستواء لله عز وجل. قال تعالى: ثم استوى على العرش، أي ارتفع وعلى سبحانه على العرش. والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، وفوقه الرب جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل به هذا السؤال، يقول: الحمد لله والشكر، أنا موظف ومتزوج ولي ابنتان، ولكنني مهمل في صلاتي ومسوف، وأخاف أن يدركني الموت على هذه الحالة، وجهوني فضيلة الشيخ في أفضل زاد أتخذه في هذه الحياة. أفضل زاد في هذه الحياة أداء الفرائض، وفي قدمتها بعد التوحيد الصلوات الخمس اليوم والليلة في أوقاتها ومع الجماعة، وتحافظ عليها، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهي عمود الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي أول ما يحاسب عنه العبد من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، فهي عمود الإسلام، لا يجوز التفريط فيها. الذي يفرط في الصلاة هذا ليس عنده دين، ليس عنده إسلام. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال، يقول: من صلى وهو على جنابة متعمد، بعد ذلك اغتسل وصلى، ماذا يلزمه مأجورين؟ يلزمه التوبة وألا يعود، لأن بعض العلماء يرى أنه يرتد إذا صلى على غير طهارة متعمدا. يرى بعض العلماء أنه يرتد عن دين الإسلام، لأنه مستهتر مستهزي بالدين، الخطر شديد، عليه التوبة إلى الله وألا يعود لمثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل مقيم في الرياض، يقول: لدي رواتب ودراهم منذ أكثر من سنة، وهي عند كفيلي، لم أقبض منها شيء، هل فيها زكاة؟ ومتى تزكى مأجورين؟ نعم، يجب عليك الزكاة فيما تملكه من الدراهم، سواء كانت عندك أو في ذمم الناس. إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب تزكيها عند كفيلك أو عند غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الأخت مرام تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحيض، هل له حد معلوم؟ وإذا كانت الأيام تطول عند المرأة في دورتها ماذا تعمل؟ نعم، الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله سبحانه وتعالى، يخرج من قعر الرحم لحكمة إلهية في خلقه فيها، وهو كما قال الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو أذى، وله أقل وله أكثر، أكثره 15 يوما، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، المسافة 100 كيلومتر، نذهب
نذهب ونجي، هل نقصر أو نتم، مع أن هذا هو ديدننا يوميا في الذهاب والمجيء مأجورين؟ نعم، إذا كان لكم عمل محله يبعد عن بلدكم 100 كيلو تذهبون إليه ترجعون منه، فأنتم لكم حكم المسافر، فتقصرون وتجمعون في الطريق، تجمعون وتقصرون في الطريق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانية: بالنسبة للمكي لساكن مكة إذا حج، هل يقصر الصلاة وهل له جمع؟ إذا حج فهو مع المسلمين مع الحجاج، يقصر معهم ويجمع معهم، لأن أهل مكة حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يقصرون الصلاة معه ويجمعون معه ولم يأمرهم بالإتمام، فحكمهم حكم الحجاج في القصر والجمع. نعم، جزاكم الله خيرا. الأخت نورة من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحكم تأخير المال المتبقي من الميت، ما حكمه؟ وإذا كان أحد الأبناء يصر على التأخير هل يرفع فيه إلى القاضي؟ مال الميت ينتقل إلى ورثته بعد وفاته، وتنتهي ملكية الميت فيه، ولكن لا بد قبل النظر فيه بالميراث لا بد من تسديد ديونه وتنفيذ وصيته إذا كانت الوصية شرعية، قوله تعالى لما ذكر المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فأولا الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك يكون الباقي للورثة، مع العلم أن تجهيز الميت ومؤن تجهيز الميت مقدمة حتى على الدين وحتى على الميراث. مؤونة تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وأجرة قبر وأجرة نقل إذا كان يحتاج إلى أجرة مقدم في تركته. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول: شيخ، تركت شوطا من طواف العمرة ناسيا، ماذا يلزمني؟ يلزمك أن تعود، أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت، تعود إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر، لأنك لم تعتمر، ما دام لم تكمل 7 أشواط في الطواف فأنت لم تعتمر، لا يلزمك إعادة ملابس الإحرام وتجنب محظورات الإحرام، الرجوع إلى مكة وأداء العمرة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل: وإذا كان حصل منك جماع، إذا كان حصل منك جماع فإنها تفسد العمرة، لكن تؤديها وهي فاسدة، ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، تحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ثم تؤديها وتذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء والمساكين. أما إذا لم يحصل منك جماع فيكفي أن تعود وتؤدي العمرة التي أحرمت بها ولم تكملها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل: يا شيخ، عن متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي، وما أقل الركعات وما أكثرها مأجورين؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي بتوسط الشمس فوق الرؤوس قبيل دخول وقت الظهر، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. من فقراته ومن أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى مأموما بمأموم مسبوق؟ لا يدخل مع المسبوق، إن كان جاء أحد فاتته الصلاة صلي معه، وإلا فإنه يصلي وحده ولا يدخل مع المسبوق، لأنه مأموم والمأموم لا يكون إماما أثناء الصلاة إلا من استخلفه الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من سائل للبرنامج يقول: شيخ، إذا اشتريت سلعة في دكاني فهل يجوز لي أن أكسب فيها الضعف أو الضعفين، وهل هناك حد وهل هناك ربح محدد في البيع والشراء؟ لا يجوز لك أن تغرر بالمشتري، تخدعه وتزيد عليه زيادة باهظة، والزيادة إذا كانت موافقة للسعر في السوق فلا بأس، تبيع مثل ما تباع السلعة في السوق. وأما إذا كان زيادة نتيجة تغرير وخداع فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغش ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم، جزاكم الله خيرا. من فقرة السائل يقول: شيخ، ما حكم رفع الصوت على الوالدين من غير قصد، ولكنني أغضب كثيرا فأرفع صوتي عليهم بلا أو نعم مأجورين؟ هذا من العقوق، قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما،
قل لهما قولا كريما، أخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أخفض صوتك عندهما ولا تنهرهما ولا تغضب عليهما، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى وأن تطلب منهما المسامحة والعفو عما سلفنا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ من أبها السائل علي ألف ألف يقول: ما حكم زواج الشغار؟ وإذا كان قد حصل فما الحكم وما العلاج؟ مأجوري. زواج الشغار باطل، وهو أن تكون المرأة بدل المرأة، تكون المرأة بدل المرأة ولا مهر بينهما، هذا مجمع على أنه شغار وأنه باطل. أما إذا كانت المرأة بدل المرأة وفيه مهر لكل واحدة منهما فهذا محل خلاف، والصحيح أنه شغار أيضا، لأن فيه إضرارا للمرأة وإخضاعا لها لرغبة وليها. على كل حال هذا أمر باطل، أما ما وقع وحصل فهذا يتراجع فيه المحكمة الشرعية للنظر فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم سماع الدف والمؤثرات الصوتية في غير العيدين والمناسبات؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز استماع آلات اللهو والمعازف، الدفوف والصنوج وغير ذلك والأغاني، كل هذه أمور لا تجوز لأنها من اللهو الباطل المحرم، فلا يجوز للمسلم أن يستمع إليها ولا أن يشغل وقته بها. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتي فضيلة الشيخ خالد من الرياض يقول: إذا كان الإنسان يستخدم في كلامه ومع زملائه ومع أهله كلمة طالق، هل تحسب عليه هذه الكلمة؟ إذا كان تلفظ بها فإنه يسأل القاضي في المحكمة أو يأتي للإفتاء، أما إذا كان لم ينطق بها وإنما يفترض هذا يتجنبها، يتجنب هذا اللفظ ولا يتكلم به، لأنه يقع هزله وجده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: كنت في أداء العمرة في شهر ماضي وقد جامعت زوجتي في السكن في الميقات قبل لبس الإحرام، ماذا يلزمني وهو ذاهب إلى العمرة؟ ما دام أنه لم يدخل في الإحرام ولم ينوي الإحرام فلا بأس، يجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جامع زوجاته في الميقات قبل الإحرام، طاف عليهن عليه الصلاة والسلام بغسل واحد. نعم. جزاكم الله خيرا. الفقرة الثانية يقول الشيخ: ما أفضل الأدعية التي يرددها ويدعو بها الإنسان في يوم عرفة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل الذكر وأفضل الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أبو علي يقول: ما حكم البيع على التصريف وذلك في المحلات التجارية والدكاكين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأنه بيع غير مجزوم ولا والثمن مجهول، من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما كما يكون المبيع والسلعة معلومة أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته يقول الشيخ: متى يبدأ المسح؟ هل هو بوجود الحدث أو بتجديد الوضوء؟ المسح يجب بانتقاض الوضوء إذا أراد الصلاة، إذا توضأ بعد الحدث، إذا توضأ بعد الحدث فإنه يمسح على الخفين وما شابههما من حدث بعد لبس. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ مصري ومقيم بالدمام يقول: شيخ، نسمع عن الأولياء كثيرا ولكن يبقى السؤال: هل هناك أولياء وما هي صفاتهم وما هي شروطهم؟ مأجورين. نعم، هناك أولياء لله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فهناك أولياء. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. هناك أولياء لله، لكن ما ليست الولاية دعوة، إنما حقيقة كما في الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أننا نغلو فيه ونستغيث به بعد موته ونذبح
نذبح له وننذر له كما يفعل القبوريون، إنما الولي نحبه في الله وندعو له ونقتدي بأفعاله الطيبة دون غلو أو تفريط أو إفراط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت أسماء تقول: هل قراءة آية الكرسي وقراءة أواخر سورة البقرة يوميا واردة؟ نعم، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة واردة، وهي سبب لدخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين، وإن قرأ مع ذلك الآيتين من آخر سورة البقرة هذا حسن وجيد. نعم، وزيادة خير. نعم. جزاكم الله خيرا. فقرته الثانية يقول: شيخ، ما حكم وضع طعام الأكل قبل الصلاة؟ لا بأس يوضع طعام الأكل متى ما تيسر، لكن إذا كان وضعه قبل الصلاة يشوش على المصلين تتعلق أنفسهم به، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يراوده الأخبثان، لأن ذلك يؤثر على خشوعه في الصلاة ويشغل فكره للطعام. وأما نفس إعداد الطعام وإحضاره فلا مانع، لكن إذا كان تتعلق به نفسه فلا يدخل بالصلاة حتى يتناول منه ما ينهي رغبته فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لبر الوالدين، هل هم متساوين في البر أم أن الأم أكثر من الأب؟ الأم آكد في البر، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في المرة الرابعة. فحق الأم وبالبر آكد، لأنها عانت من الحمل والولادة والرضاعة ما لم يعانه الأب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من فقرته أيضا يقول: الشيخ، ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع من بعض الناس؟ لا بأس بقراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع، إلا إذا كان يشوش على من في المسجد من المصلين والتالين للقرآن أو المشتغلين بالذكر أو نايم في المسجد، إذا كان يؤذي أحدا ويشوش عليه فإنه يسر بالقراءة. نعم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ: هل هناك أحاديث نص على قراءة سور معينة عند النوم؟ نعم، آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذه السور تقرأ، وهذه السور مع الآية آية الكرسي تقرأ عند النوم ليحفظ الله بها النائم من الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو علي يقول: فضيلة الشيخ صالح، الحقيقة نعاني من رجع الصدى في بعض المساجد من بعض الميكونات، ولا نخشع، ولذلك لا ندري هل قرأنا الفاتحة أو دعونا في السجود، أو نريد منكم توجيه حول هذه الترددات في مكبرات الصوت. نعم، هذا شيء واقع من كثير من الأئمة هداهم الله، أنهم يبالغون في استعمال مكبر الصوت ويرفعونه فوق الحاجة، فيشوش على من في المسجد ومن هو خارج المسجد والمساجد القريبة ويؤذي الناس. واجب أن يلاحظوا هذا وأن يقصروا صوت المكبر على سماع الحاضرين له بدون تشويش، ويجب على وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أن تعتني بذلك وأن تتابع المساجد وتمنع المشوشين في مكبرات الصوت على من حولهم. نعم. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، عندي 3 عمائر أقوم بتأجيرهن، الزكاة هل هو على المبلغ المأخوذ من هذه الإيجارات أم على العمائر؟ العمائر إذا كانت معدة للإيجار ولا ينوي بيعها إن الزكاة تكون في أجوراتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من العقد، يبدأ الحول من العقد. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.